الله يصبحكم بالخير ومع صديقنا الرائع المشي. وأحسن شيء تسوي أول ما تصحى مشي، لأن المشي أول ما تصحى يشغل شفتي إذا عندك سيارة تدق سلفة وتمشي على طول ما يصلح، لازم تحمى، فهو يحمي الجسم ويجهز الجسم خلوني أعلق لكم. أنت تدري يا حبيبي أن المشي لمدة 30 دقيقة ولا شيء يا أخي، والله ولا شيء، أنها تخفض نسبة الجلطة ب 20%، وإذا زادت وتيرة المشي تخفضها بنسبة 40%. شوف يا أخي فضل من الله يا أخي، وكل 30 دقيقة ترى. وأكثر من كذا المشي 2 ميل يعني تقريبا 3 كيلو ينزل الضغط، طبعا إذا استمر عليه مدة 24 أسبوع شيء بسيط جدا، طفية الكهرب، يخفض الضغط 11 نقطة. وش معنى 11 نقطة؟ يعني إذا ضغطك 140 يسحبك بإذن الله يوديك بر الأمان 129، يصبح بدل ما أنت ممن يحتمل أن يكون مرضى ضغط إنسان طبيعي، بس تمشي 30 دقيقة. يا أخواني والله العظيم مننا نصرف كثير في الأوقات ونصرف كثير منها فيما يعني يمكن ما ينفعنا. يا أخي يا أخي حتى إذا بتسولف مع واحد ولا بتقرأ في الجوال ولا امشي. طبعا امشي، الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم عليه كان مشيه كذا، حتى الصحابة يقولون كنا نتعب إذا لحقنا، وكان كأنما يتحدر من جبل وشيء، اللهم صلى الله عليه وسلم عليه وكما قالوا زبدة المشي ماشي كذا، المشي الزين. أما مشي أقعد لا تمشي، صحتكم يا أخواني الله يوفقكم.